أبايعك على السمع والطاعة في المنشة والمقرة في العسر واليسر، وعلى ألا أجادل الأمر أهله، والله على ما أقول شهيد. جبلنا بعتك، الله يتقبلها منك. والآن يا أخوان حان وقت العمل. الشيخ أبو بكر البغدادي أمير المؤمنين الله يحفظه كلفني أتابع مع الإخوة عشان تجهيز أكبر عدد من العمليات الانتقامية عشان نعوض اللي حصل معانا في الأيام اللي فاتت، وهو وعد الله يحفظه بالدعم الكامل من أسلحة ومعدات ومقاتلين. عشان هذا هنعجل بالاتصال بإخواننا في الولاية كلها شرق وغرب من أجل الإعداد لأمر جلل. اسمح لي يا أبو أسامة. قول يا سلمي. أنا أرى أن أولويتنا دلوقتي لابد أن تنصب على فض الاتفاق القائم بين الأبايل والطواغيت، الاتفاق اللي تم بين الفاسق سالم السبع والطاغوت اللي اسمه أحمد منسي. هو ده الخطر الحقيقي اللي بيهددنا دلوقتي، واللي لو ما تعملناش معاه من البداية ربما لا نستطيع التعامل معاه في المستقبل. منسي ده أذانا كتير وأصاب من دعوتنا، وكان الشيخ أبو دعاء رحمة الله عليه بيذكره كثيرا وبيعمل له ألف حساب. لكن دلوقتي بعد ما انضم له رجالة الأبايل وشبابها بقى خطره أكبر وشره أعظم. بسبب التحالف الملعون ده فقدنا الفترة اللي فاتت عدد كبير من إخواننا ما بين شهيد وأسير. ثبت! اثبت! اثبت! بعضهم كان في مخابئ أمنة لا يعلم عنها الطواغيت شيئا. اخلق! ووصلوا لهم بمساعدة الفاسق سالم السبع وأعوانه، بعد ما دلهم على الأماكن اللي تعبنا فيها وجهزناها لهم في عمق الصحراء. ده غير الكمايل اللي نصبها الطاغوت منسي وأتباعه لبعض الإخوة، اللي منهم قيادات ميدانية هامة بعد ما رصد الفاسق سالم السبع وأعوانه تحركاتهم وأبلغوا الطواغيت بيهم. حتى إخواننا اللي كانوا في المناطق السكنية وسط الناس بس كده تمام خونا دلوا الطواغيت عليهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا كنيش ما حلقتش ليه؟ أحلى يا منسي. ماشي، بقيت سنة كام دلوقتي؟ سنة خمسة. لسه؟ ده أنا قلت هاجي ليك ثانوية عامة. ماشي، أنا قلت أطمن عليك، خلي بالك ها؟ بدنا نتصور معك. ماشي، معاك تليفون؟ بتليفون. طب تعالى هرم صورنا. إيه ده؟ اسمه هرم؟ يرضيك كده يا فندم؟ معلش حقك عليا. امسك. ممكن أدخل مع سيادتك في الصورة؟ ينفع أخش معانا في الصورة؟ يلا. يلا، تعالى يا ماسة صورنا. تمام سيادة. يلا انزل. تعالى كنيش. لقد أصبح الأمر مهين لنا بعد ما وصلت الأمور بهذا الطاغوت إنه يمشي في الشارع زي الطاووس مش همه حاجة، كأنه عاوز يقول للناس إن السطوة والغلبة أصبحت ليهم وإن سينا بقت بتاعته هو واللي معاه. الأمر أكبر مني ومنك يا أخي سلمي. هناك من يغضبه ما يفعله هذا الطاووس، أما سالم الفاسق وجمعه للقبائل فتذكر غزوة الأحزاب وخذ منها عظة.